استاذ رشيد بطبيعه الحال التجربه ديال السويد كي اللي كيعتبرها رائده، كي اللي كيقول حتى هي راه لها نفس الاشكالات، هي تعاني من المحاربه ولكن ماشي بنفس الحجم ديال المغرب. تفضل استاذ رشيد. شكرا. انا ما كرهتش ندير واحد التعقيب بعجاله كي كنسمعوا على النقط اللي دازوا، وغادي نرجع لك للسويد. كي سمعت بلا المغرب هو تنتظر مساعدات غادي يجيو عاد باش يمكن يحارب واحد يحارب المخدرات. المخدرات هو مشكل داخلي، يعني خاص الدوله هي اللي تقادو، ماشي غننتظروا مساعدات من دول اخرى. عندنا مشكل تيخرب لينا الشباب، خرج لينا على العائلات، بوق الدوله كلها تبوقات، وغننتظروا حنا دول اوروبيه تعطينا. الا غننتظروا دول اوروبيه او نقولوا ما عندناش، واش عندنا باش نديروا التي جي في مثلا؟ عندنا باش نخلصوا الوزاره والبرلمانيين 70,000 درهم وعاد زيد لي بيودجي وروينه؟ فين هما الفلوس تاع الفوسفات؟ فلوس ديال الحوت، الفلوس ديال المناجم، الفلوس ديال الذهب، لوطوروت، الفلوس ديال الطاقة الشمسية، واش ما كافيينش هادو باش نحاربوا بهم؟ صراحة أنا مع التقنين ديال الحشيش، التقنين، وما كرهتش في المغرب يدار وزير الحشيش بالعلالي، وزير الحشيش ونوليو تنقنوا ونبيعوا للدول الأوروبية. وكي قال السير عربي راه جاو الدول بغاو يشريوا الحشيش، واطلق خلينا نمشيو نبيعوا ندخلوا الفلوس للبلاد باش نديروا مدارس ونديروا دوك. يعني عندنا البيدجي، حنا ما محتاجين لا اوروبا ولا شي دوله اخرى، عندنا الفلوس وعندنا الناس اللي بغاو يخدموا، ولكن للاسف كاين وحدين اخرين ما مسوقينش. مي غنجي لك النقطه ديال القوانين الرادعه، كتفق مع السي زيان ما محتاجينش ليها. واش غتردعني وانا ما عنديش خبزه من ناكل؟ دخلني انا 10 سنين حيت غادي نجمع شويه ديال الحطب ديال الحشيش ونمشي نبيعو ونترزق به؟ اعطيني ما ندير، وعاد جيب القانون. ولا عطيتيني ما ندير ما محتاج حتى شي قانون. ومي غنزيدو نتعمقوا شكون اللي صنع هذا الاجرام اللي كاين في المغرب او هذا الحشيش؟ راه صنعوه واحد العدد ديال المسؤولين بدون مسؤوليه، يعني ما كايناش الكفاءه، ما كاينش الحوار، كيفكروا في جيونهم او المناصب ديالهم.